الصباح بكري نحل بالمعزير ونجيب الحليب، من بعد نحطه يبرد شوي ونصفيه في البيدون وندير له الربح ونحطه حتى يروب، ونحك في الشكوى ونمخله ونحمله الزبدة، ومن بعد الزبدة نخبيها نديرها الملح والعرعار ونذوبها نديرها دهن. سلطان سعود من مواطنين المرموثية دير تنقرين، ومن نهار اللي خلقنا هذا هو المسقط الراس، هذا هو من الاستقلال من اللي بدأنا ونحن هذا هو المقر نتاعنا، لأن مشينا نتحركوا من العام 12 ونحن مواطنين هنا ونكسب الحيوان، نكسب الغنم والبل والمعيز، بل لأن العويمات الأخرى البل نحسب مقرر ما قعدش عادتها قليلة. النهار نديره في البرمة ونحطه فوق الطابونة حتى لين يذوب ونهبط حتى يبرد شوي ونصفيه، صفيه مليح وندني في القراعي ولا في البيدون المهم، ومن بعد يبقى لي تبقى لي الملح ذبابة نزيد نعدلو نفرزو من بعضاه، نحنا نقولو قطعوه نفرزو من بعضاه ونذوب ونزيد نعدلو نحط ملح ذبابة غادي والدهن نديرو في القراعي ومن بعد هاو يتكل الدهن. الشكوى نخدمها بالعرعار وبالدباغ وبالملح، من المرة الأولى نعرعرها ونحطها العرعر والملح ونحطها حتى تبعد صافية يامات، ومن بعد نسلتها مليح نعدلها ونزيد نطبخ العرعار والملح ونزيد نعاودها، ومن بعد لين نحيلها منها العرعار والملح نزيد ندير لها الدباغ نعدلها سوسوار نرقدها ونخرجها نربطها ونعدل فيها نمخص فيها. نصفيه مليح الحليب وندير فيه الربح، من بعد نحطه في البيدون حتى يروب، من بعد ما يروب نحقنه في الشكوى ونمخضه، وكي نمخض الشكوى نلم الزبدة، ومن بعد اللبن كي نحب يشربوه ولا نديره كليلة، الكليلة ندنيها تحت على الطابونة حتى تتعدل ونحطها الكليلة تبرد، ومن بعد ما تبرد نصفيها في طب في طب نحصرها مليح، من بعد نرشرها حتى تشيح ونديرها في الماكلة اللي نحب الماكلة، ولا نديرها في الطعام مقارونة أي حاجة نديرها فيه للكليل. هذه العادات تاعنا والتقاليد قاعدين نحافظ عليها وقاعدين متمسكين بها. هذه العزوز هذه تمخض في الشكوى وتحت المعيز وتروب الحليب وتمخض وتدير البن نحي من الكليلة، ويحبوا يشربوه والحليب يدنوا من الجبن وتنحى الزبدة ديرها دهان، وعندهم الحوايج هذيك الأخرى نتاع محزوم مقرط شوي يقردش ويغزلوا الصوف ويخلطوه الصوف بكري، يخلطوا الصوف بالشعر ويقردشوه ويدنوا من الحبال ويدنوا من الفلجة ويدنوا من القطف ويدنوا من الحنابل، الحوايج هذي كلها كانت تدير فيها الناس توا عاد قليلة، حتى كان ما عادش كيما كانت. عندنا شوي عندنا قاعدين نحافظوا شوي، المهم الحوايج عندنا هذه كل عندنا موجوده عندنا، وكي نحبوا ناخذوا بها ناخذوا. الشكوى عاده قديمه وما كانش حتى حاجه اعز من الشكوى ومليحه ونمخضوها ونفرحوا بها ونتباشروا بها، وما كانش ما اطيب من ما كانش ما عز من مخضن الشكوى. الحليب فيها احسن حاجه فيه هو الحليب مليح، لا جمل البن نتاعو مليح، الكليله احسن الجبن مليح، الزبده نذوب نخبوها ونذوبها، ومن بعد اللي يظل قريف منتجع فيه نمدوا له الدهان ياكل ويرتاح، واللي يظل يكح نمدوا له الدهان ياكل ويرتاح. والجبن نصفي الحليب وندير فيه للدوس، ومن بعد نحميه شويه على الطابونه حتى يحمى، ندني له شويه نتاع ملح، ومن بعد نصفيه نحطه ولا نصفيه من المس مليح نديره في البسباس ولا في البزاح ولا نديره في طبه ولا المهم، نعدل البسباس هك نديره هكا في البسباس ونحط الجبن، ومن بعد نربط البسباس منه ونحطه حلو نلقاه جبن نحطه ناكلو به الغرس، ناكلو به الكسره، ناكلو به اي حاجه ناكلوها بالجبن والزبده ناكلو.
نقع به الكسرة نسمو به الكسكسي. رغم الجفاف ورغم اللي كاين حتى عندنا العقرب هنا في المرموثية، هذه ما كانش نقول ما كانش بلاصة فيها في عقرب قد المرموثية. يا العام اللي فات الجماعة جابوا وكلا وام اللي كان وام في الليل تشوف في العقرب في الليل تضويها تقابلك عقرب غادي في ليلة واحدة قلت له 200 ولا 250 في بلاصة واحدة. 200 عقرب في ليلة واحدة قلت له هذاك اللمبة هذيك. ونحن هنا قاعدين متحملين هالصعوبات هذه وقاعدين لو والجفاف والمال المالح نشوف ما نشوف يشرى من جونا من العاتر ومن العاتر من هي ومن فوريس. قاعدين معمرين الحدود هذه، هذه بلاد منطقه حدوديه، ورغم القساوه نتاع الطبيعه ونتاع المعاش ونحن متحملين وعايشين وصابرين معنا وين نمشوا. هذه بلادنا مسقط روسنا، بلادنا بلاد الجزائر ورغنا هنا عايشين فيها. نحرصوا على كنا نحرصوا على الجمال، نحرصوا على الدواب والخيل،